FM. الكلمة ليك. مع المترشحين لانتخابات البلدية عن قائمة الجبهة الشعبية بلدية الحمامات الدائرة الانتخابية نيب الاثنين يحضر بحضنا سي كمال مسعود. مرحبا سي كمال. بيك عايشك. شحويلك لبس عليك. مرحبا بيك معنا. دونك سي كمال نبداو نتعرفوا عليك من الأول، ناخذوا فكرة على الكارير نتاعك اون جينيرال. كمال مسعود أستاذ فلسفة في المعاهد الثانوية، كملت حياتي مدير معهد محمد بوذينة، نشط في المجتمع سياسي قديم، عمري 40 سنة في السياسة على الأقل. دخلت للنيابة الخصوصية بالحمامات بعد الثورة مباشرة لمدة عام وشهر. نعرف على البلدية الشيء الكثير بحكم أني خدمت فيها. اليوم في أول تجربة ديمقراطية نحاول نكون موجودين ونحاول نقدم مجهودنا. عن قائمة فيها 12 نشاب، نعتقد أن هالقائمة هذه تمتلك كفاءات، اللي تمتلك أيضا نظرة وأفاق لمدينة الحمامات اللي تجعلها ربما منسجمة مع تاريخها. حمامات الجميلة، حمامات النظيفة، حمامات اللي يحلو فيها العيش بكل مناطقها. هي توسعت الآن، صارت أكثر من قبل. الدائرة البلدية صارت أكبر من قبل، ربما تستوجب مجهود أكثر من قبل أيضا، وهذا يتطلب أيضا عملية علمية تخطيطية لمستقبل هذه المدينة التي ظلت بدون مثال تهيئة من عام 1977. سي كمال، علاش الجبهة الشعبية؟ علاش الخيار هذا؟ هذا خياري. علاش فسر لنا شنو البرنامج يعني اللي تشوفه ملائم ساعة لهنا لمدينة الحمامات، وانت تعرف مشاكل مدينة الحمامات بما انك مقيم لهنا ومواطن حمامي. دونك شنو اللي تشوفوه في الجبهة الشعبية، في البرنامج المجتمعي للجبهة الشعبية اللي ينجم يخدم المدينة؟ احنا نرى اللي المدينة هذية محتاجة الى برنامج بديل يتجاوز ممارسات الماضي، يتجاوز اشكال في الإدارة قديمة جدا متآكلة، ما قدمتش للمواطن ما ينتظره منها. وعلى هذاك رأى أنه برنامجنا يمثل بديل ديمقراطي ينجم يقدم للحمامات الشيء الكثير. على هذاك أيضا نشوف مدينة الحمامات قاعدة تتراجع. مدينة الحمامات لم تعد منسجمة مع ذاتها. مدينة الحمامات المصغة اللي كيستها مكسرة، اللي مدتها ما تمشيش المواطنين، أو هي ما تمشيش المواطنين في البنية التحتية، ولكن أيضا ما تمشيش المواطنين في السيارات وفي الانتصاب على المادات، اللي خلى البلاد مرأة ما تنجمش تعدي ولدها من المكتب إلى غير ذلك. هذا اللي نحبه نبدلوه وترجع الحمامات كما كانت جميلة وفعلا يطيب فيها العيش. شو ما المشاكل الأساسية اللي قاعدين نشوفوا فيهم هنا في الحمامات واللي على رأس الإصلاحات اللي مبرمجينهم؟ احنا قدمنا برنامج من 4 محاور. أول محور فيه هو البنية التحتية، لأنه البنية التحتية تآكلت في البلاد، والمفروض أنه المجهود البلدي يكون مكثف جدا في مسألة إصلاح الطرقات والمدات. وربما الجديد في برنامجنا هو إعداد خارطة مرورية للاختناق الموجود في البلاد. اختناق ما عادش يقتصر على الصيف، صار في الشتاء زاد. انتم تعيشوا في حمامات وتعرفوا اللي الحمامات ما عادش تعدي باش تمشي كيلومتر يلزمك 7 دراج وما تنجمش تنقل فيها. وانا اعتقد انه خارطة يضعها المختصون في المرور وتنظم الحركة في البلاد يمكن أن تخلق نوع من السيولة في الويديتي في الكياس اللي تنجم الناس تتعدى وتقضي مصالحها بدون أنه يصير مختنق. اللي يسكن في البلاد يصير مختنق في الصيف، ومع ذلك احنا نعيش منه هذا. يعني هي اختنقت لأنه الناس تجينا، وبالتالي لازم نفرح بهم، ولكن أيضا نخلي حياتنا تستمر بشكل جيد. هذا الأساس ربما اللي ركز عليه احنا،
هو إيجاد خارطة مرورية للمدينة تنظم الحياة وتنظم السير في البلاد وتخلي البلاد هذه ممكن نعيش فيها بسهولة. كذلك الاتساع العمراني اللي هو ناتج عن عن فكرة قديمة، لما تجي تطبق انت مثال تهيئة من عام 77، عام 77 مش الحمامات عام 2016 و2018 و2020 كما تراها و2030، يعني لابد أن نجد سبل، وأنا أعتقد أن المهندسين الأكفاء قادرين يقوموا بهذا. مش مسألة مش رعواني مش فلاحي مش نعدي السير في البلاد، وهذا الاختناق بالمجد قاتل للناس كل، للضيف وللي ساكن، وبالتالي لازم نوجد حل جديد. ما احناش مش نوعد الناس بالكذب، ما احناش مش نبني مدرسة كيما قالوا، ما احناش مش نبني معهد كيف ما قالوا، ما احناش مش نعمل كذا كذا، هذا لا مش من اختصاصنا، وانما على الاقل بالامكانيات الموجودة في الحمامات، وهي تطورت كثيرا، بلدية الحمامات 11 مليار ميزانيتها، تنجم تتطور وتنجم تكثف العمل الإداري متاعها بحيث تاخذ مستحقاتها من المواطنين اللي يعيشوا فيها ويصوروا فيها، وهذا يتوزع على المواطنين. بعد كل هذا هي مسألة عقد، سواء كنت بينك وبين الدولة أو بينك وبين بلدية أي مؤسسة، هو عقد ما بين المواطن، أنا ندفع الأداءات وانت تقدم لي خدمات. مش معقول أنا ندفع الأداءات وما لقاش خدمات، أو أنا نقدم لك خدمات وما لقاش باش نغطيها، كيف كيف. وهذه أيضا مربوطة بالوضع الإداري في البلدية اللي هو وضع مسلم زاد. يعني إيش معنى أنت تطبق مثال تهيئة من عام 77 اللي كل ما تقدم فيه رخصة ترفض، وإلا يتركن الدوسي، شنو هذا؟ مش دفع للرشوة؟ يعني أنك لما تدفع أنت تحت الحيط تنجم تعدي دوسيك، ولما تكون في وضع قانوني ما تنجمش تعدي. أنا أعطيك مثال بسيط، ولدي يبني لهنا وما عنده حتى مشكل، قدم على رخصة قعدت أربع شهور ما عندي حتى مشكل، أداءتي خالصة، كل شيء هي في أرضي، أداءتي خالصة وكل شيء مريقل وعلى الطريق على زوز طرقات، ومع ذلك أربع شهور. علاش أربع شهور؟ منسهل خدمة المواطن باش تتطور الدنيا. واحد مش يشق على أربع شهور أو شهر وجمعة، وهو يجري ما بين الإدارة يسلم في خدمته، يسلم في قوت أولاده، حتى الإدارة يلزمها تخدم بشكل منتظم وبشكل يخدم مصلحة المواطن. وهذا علاش الجبهة الشعبية، وهذا علاش البرنامج البديل، وهذا علاش نحب أنه ننظر للحمامات النظرة اللي تنسجم مع الصورة اللي عليها في العالم. هذه بوابة العالم، والمفروض أن تكون جميلة، والمفروض أن تكون منظمة وعصرية كذلك. هذا اللي نحبه نأكد عليه. كيف كيف عنا في مجال السياحة والحمامات، ما هي السياحة برك، الحمامات فلاحة زادة، فلاحة بحر وفلاحة بر، حمامات فيها غابات قوارص، هي فيها ميني كليما، الجغرافيين يعرفوا هذا، فيها ميني كليما اللي يجعل القوارص في الحمامات لها مذاق خاص لا يوجد في مكان آخر، شوية في فلوريدا في أمريكا شوية يقرب، إنما حتى كي يهبط للسوق العالمية كان يأخذ مجاله هو الأول قبل غيره. علاش تراجعنا؟ وعلاش الغابات هذه كلها البني وبشكل فوضوي؟ لا بد من وضع حد لهذا المسألة، لا بد من وضع حد لهذه المسألة. رئة الحمامات تنخر، اللي نسميه الغروس وكل مناطق هذيك، راهي هذيك رئة الحمامات هذيك فيها الأكسجين، هذاك اللي نتنفسوا منه، فإذا كان يأكلها البني شو عملنا؟ كيفاش مش عايشوا؟ لابد من إيجاد حل، مش إنه أن الناس أنها تبني وأنها تعمر إلى غير ذلك، لا، لكن بانتظام، بنظام ووفق ما تسمح به القوانين البلدية والقوانين المنظمة للحياة. الناس ولا تبني في الكياس، أنا طلعت من هنا البارح بركة
لقيت بوتو نتاع دار في الصالة. هنا بحذاكم في ولد الفار. بوتو نتاع دار في الصالة هو جاي آخر طريق. آخر طريق هذايا ما يعديش. جاء السيد يقول لك نستاسع في الطريق بما أنه هو ما يعديش. البوتو ولا في وسط الدار. البوتو البلدية وفيها أنبوبة. هالوضعية هذية كيفاش نقاوموها؟ الضو بلاش. شو الضو بلاش؟ والخطر على ولاده. يا اخي بوتو ضو ساهل ذم. ها تشوف هنا انت بحذا في واد الزمج بحذا الستاق المحطه هذيك ثم بناءات على الواد. كيفاش يخدم تلفزته؟ كيفاش يعيشوا ولاده فك الفيبراسيون هذيك وكل الامور هذيك والخطر؟ يعني صرنا في حاله فوضى اللي ما عادش تسمح انه العيش يحلو في هذا في هذه المدينه وهي مدينه تعرفون جميعا انها جميله. يعني تنجموا تقدموا على هدم البناءات العشوائية العشوائي يم قابل أنه يسوى ولكن إذا كان أنت داخل في جارك وأنت داخل في الطريق لا يهدم. ونحن نرى هذا ومعنا حتى خجل في الموضوع. يهدم ويطبق القانون على الناس كل لأنه لما يطبق القانون على الناس كل الناس كل تعيش بسلام. لما القانون ما يتطبقش على الناس كل ويتطبق على فئة هي مشكلة شني هي مشكلة المحسوبية وأنه يتطبق على فلان وما يتطبقش على فلتان هذا المشكل راهو. لما يصير قانون قاسم مشترك بيني وبينك ما زلتش أنت عندك مشكلة وأنا عندي مشكلة والقانون راهو في آخر الأمر هو تنازل تنازل الأطراف باش تنجم تعيش مع بعضها. هذا علاش احنا نعتبر أنه برنامجنا هو برنامج طويل تروه أنتم في الفلاير طويل شوية ها وتعمدنا ما نحطوش في نقاط خلي الناس حتى كان ما قراتوش اليوم تقراه غدوه طلعنا للبلديه ولا ما طلعناش للبلديه تقراه ما يسالش تشوف انه عندنا برنامج بديل. النقطة المحور الأخير أو النقطة الأخيرة أنت قلت لنا أربع نقاط فوالا مازلت عندنا خاطر دقيقتين سي كمال تفضل. في مستوى الصحة والبيئة الاعتناء بالنظافة تحسين الأسطول للنظافة تعصير هذا الأسطول تكوين اللي ينظفوا ما نحقرهمش. أنا في عام كنت نمشي لهم هذه ساعتين متليل للبارك التو يحبوني يسلموا عليه نمشي لهم نهار العيد نهز لهم شوية قطو كلمة تهزوا وكلمة تردوا ما تحقروش ينظف فيك ويهزلك في وسخك راهو إنسان كيف كيف. هذه رؤيتنا في الجبهة الشعبية. من ناحية ثانية في مستوى البيئة لابد من الاعتناء بالفضاءات الخاصة حمامات ما فيهاش حتى حديقة عمومية لابد أن نركز أن البلدية إذا استطاعت أن تحصل على واستطاعت فعلا لأنه أنا موجود في البلدية وقتها استطاعت أن تحصل على ملكية الياسمينة لابد من تحويل الياسمينة إلى مكان ترفيهي للعوائل للناس تهز صغارها ويلعبوا وهو مكان جميل نعملوا لهم بيسين هي فيها بيسين نصلحوها ونعمل دار جمعيات ومش في وسط البلاد حاطين فيها الكاميونات تو وعاملينها بارك في وسط البلاد عاملينها بارك ما عاملين البارك متاعنا وعاملين الياسمينة بارك اللي هي المفروض تكون شكل آخر. 30 ثانية سي كمال نخلي لك الكلمة الأخرى الوقت في صعوفة الوقت. يعني أنا نقول انتخبوا الجبهة الشعبية ولن تندموا جربتوهم جربونا وليد نظيفة تبني بلدية نظيفة وشكرا. يعطيك الصحة سي كمال. كابافان الكلمة ليك.